تقول منظمة الغذاء العالمية أن نسبة هدر الأطعمة المنتجة تقريباً 14%، بينما يهدر السعوديون 440 طن من الأرز في السنة، مما يجعل الأرز والخبز من أكثر الأطعمة المهدرة. نسبة الهدر للأطعمة تقريباً 40% بين الأغذية المستهلكة، بينما نستهلك في السعودية تقريباً 1 مليون طن من الأرز في السنة، ونسبة الهدر 17 كيلو للفرد الواحد.